هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك. في البيت ازعاج زي الزحمه في الشارع، علي قالوا ارتجاج بوداني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. يوميات صفصف، تأليف احمد القصبي، اخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. الله، حلوين قوي الاطباق الخزف دول يا معقولة، وحلوة قوي النقش اللي عليهم، تجبتيهم منين؟ ده شغل اختي. والله اسم الله على مجامك، عجبوكي قوي. هي أرملة يعني جوزها مات، كانت بقى لازم تشتغل وتبدع، بقت تشتري الاطباق الخزف سادي وهي تنجش عليها الرسومات وتشترك في معارض للشغل اليدوي بتاع الستات. يا ست الستات انتي. برافو عليكي والله، وبرافو عليها هي كمان. بس المهم الاطباق دي جامدة يعني، تستحمل وما تتكسرش. ايه دي حديد، داني رشكت الاطباق كلته في راس جعفر جوزي وما حصل لهاش حاجة. هي ايه راسه اللي ما حصل لهاش حاجة؟ لا الاطباق. راسه مش مهم، هي ما اتكسرت قبل كده. حاتم، حاتم تعالى تعالى بسرعة. نعم نعم يا صفصف، عايزة ايه؟ حاسب معقولة اديها تمن الاطباق. وانا مالا؟ وانا اللي اشتريتها؟ ايوه بس اكلك هيتحط فيها. ماليش دعوه، انا مالي برضو، انا هحط الاكل بتاعي في جيبي، همسك الاكل في ايدي، انا حر. انا ملاحظه يا حاتم انك بقيت متمرد. ايوه بقيت متمرد وما بقيتش بتسمع الكلام. وانا ملاحظ بقى انك رافعه مناخيرك اول السما. انا وبتتكبري عليا بدون مناسبه. اهدى 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 اهدى، انتوا هتتخانقوا قدامي. انت مين يا بنت؟ انت تخش في وسطينا. مقصودش، صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي واستهدوا بالله كده وبلاش تتخانقوا. ما تعيش اتزهق، انا نازل اقعد مع صديقي وحبيبي السيد جعفر بيه. عندك حق يا بيه، الستات بقوم طالعين فيها جو ومناخيرهم في السماء. فين ايام زمان يا جعفر يا اخويا؟ فين ايام زمان كان الراجل بيصغر بعينه زهره كده واحده. أيوه. الست الطب فيها سكته. كل ده من المسلسلات والافلام والبرامج، هي اللي وعدتهم وقالت لهم ان الست قال زي الراجل. هو في حد بيعرف يكلم الراجل في البيت؟ على طول عصبي وبيتخانق كده مع دبان وشه. على رأيك يا معقولة، وقال ايه عشان هو الراجل؟ لا بقى لا بقى. ايوة طبعا، المرأة نص المجتمع. عارف يا جعفر انا نفسي في ايه؟ نفسي ابقى ست يوم واحد واعرف اخد حقي. نفسي نفسي يا معقولة أبقى راجل ليوم واحد علشان أسوي الهوايل. جعفر، مالك يا جعفر بتخبط كده ليه؟ الحقني الحقني يا سي حاتم، معقولة حتموت؟ تعبانة قوي، صح الست صفصف تشوف فيها إيه؟ تجننت يا جدع أنت؟ أنا صفصف وحاتم نايم جوه. في إيه يا جعفر؟
الحقيني يا استصفصف، الحقيني، معقولة تعبانة؟ يا خبر، ده أنا، أنا اللي بتكلم دلوقتي وخارج من باب الأوضة. يا خبر أبيض، إيه ده؟ معقول نسخة تانية مني واقفة بتكلم جعفر قدام الباب؟ قالك زي انتوا مالكم النهاردة؟ المراية، وبصوا كويس في المراية. يا خبر، أنا بقيت راجل، أنا بقيت حاتم. واو، وأنا كمان بقيت صفصف، بقيت ست، أنا صفصف الدلوع بالزيادة. تعاليلي بقى يا صفصف علشان أخلص فيك القديم والجديد، عشان أعرف إن كلمتي هي اللي تمشي. اسمع يا حاتم، أنا مش مقطوعة من شجرة، سوري، وبعدين أنا بحذرك من العنف ضد المرأة. هو ده اللي انت فلحت فيه يا صفصف؟ اسمعي يا ست، انت، أنا الراجل وكلمتي هي اللي تمشي. نو، ده كان زمان، كان زمان يا حبيبي، أنا الست وأنا اللي كلمتي لازم تمشي، أنا سترونج اندبندنت وومن. خبري ايه؟ انتوا هتتعاركوا ومعقولة هتموت مننا تحت في الأوضة؟ يلا انزلوا معايا شوفوا مالها. ابعد انت يا جعفر، ابعد، أنا داخل معركتي الأخيرة، هجوم. وأنا كمان جاهزة للوار، هجوم. يا ساتر يا رب يا ساتر، احنا مين؟ انا فين؟ انا فين؟ الحمد لله، الحمد لله، انا صف صف. ايه ده؟ انا ست، الحمد لله. ايه ده؟ انا حاتم، انا راجل، الحمد لله، احمدك يا رب، احمدك يا رب. الزهر يا حاتم، اننا حلمنا حلم مشترك كان بيتوزع علينا واحنا نايمين، عشان تعرفي ان احنا بين حاجات كتير مشتركة، عشان كده بصراحة أحسن، إحنا كده أحسن الحمد لله. يا صفصف والله كده أحسن، الراجل راجل والست ست، كل واحد يبقى قلبه على التاني ويحس بيه. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار، انت لفتت الانظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. انا بنك المعلومات ودماغي تشوى ولفات. طب شخل جيبك يا حلو، انا ناقصلي حاجات. شخل جيبك يا حلو، انا عندي عزومات. شخل جيبك يا حلو، انا ناقصلي حاجات. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا ما صفصف حاجه تانيه، وقتنا ما صفصف حاجه تانيه. يوميات صفصف، بطوله حلمي فوتا، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسه صوتيه محمد شعبان. يوميات صفصف، تاليف احمد القصبي، اخراج تامر شحاته. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.